يجي الدكتور اي شيء في علمي ما يبونه، يبون ايش؟ ايوه خصوصا بناتنا الا من رحم الله وشبابنا، اذا جاء فيلم هندي نهي 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 نهي، ينبسطون على نهي نهي، وطالع من ورا الشجره وداخل تحت الشجره ويدابعون. هل ايش؟ طيب قعدت عند فيلم هندي ساعتين وبعد مو مترجم، المشكله مو مترجم، والنتيجه ما في فائده. نو بالانجليزي فائده ايش يا ابو غاليه؟ نو بروتين، بروتين وش بروتين؟ المهم عاد خلاص ما يخالف، ترى والله يا اخوان اعذروني نتكلم انجليزي بس والله نسيف البيت. زين؟ فالشاهد يا رجال يا اخوان يا اخوات، ما اجمل الحياه مع محمد صلى الله عليه وسلم. احفظوا هذه العباره، الذكي، احفظها يا محمد عبد الشكور، الذكي من لا يشغله احد عن الواحد الاحد. من هو الذكي؟ الذي لا يشغله احد عن الواحد الاحد. والغبي بالانجليزي، وكنا ندرس مدرس الانجليزي يقول يو ستوبت مان. ايش معناها؟ انت ولد غبي صح؟ لا انت ما ترضى احد يقول لك غبي. ما ترضى واحد غبي الله يهديه يقول امين. اي والله يا اخوان غبي، اذكره يوم احنا نزل قاعد يكتب رساله، فاخوي يساله يقول ايش تسوي؟ قال قاعد اكتب رساله. قال من؟ قال النفسي. قال تكتب رسالك لنفسك؟ قال لي. قال طيب وش في الرسالة؟ قال لسه ما بعد وصلت. فأنت باتر يقول لك غبي، احفظ العبارة. الغبي الذكي الذي لا يشغله أحد عن الواحد الأحد، والغبي من يشغله كل أحد عن ايش؟ عن الواحد الأحد. تمثيلية، مسلسلة، مباراة، ها؟ صحبة، رفقة، لا خلك دائم والله وبالله وتالله كن مع الله ولا تبالي. فختاما يا أخواني يا أخواتي، نفرح مثل هذا المهرجان، نونس أنفسنا، نطرب أنفسنا على طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن نجعل باقي حياتنا. وأختم، أختم اليوم بالضبط كم ساعة؟ هذا مهم جدا يا أخوان، سأختم به. اليوم كم ساعة؟ 24. كم يروح في الدوام والدراسة في اليوم؟ 8 ساعات. كم يبقى؟ 16. النوم كم ساعة؟ أكثر الناس ينامون 8 ساعات. اترك الشباب دولة اللي ما شاء الله إذا صار يوم الجمعة طقها نوم من الصبح للمغرب، وكيل معتمد لشركات نامكو، اتركوهم ذا. النوم معدل الناس 8 ساعات، 8 نوم و8 عمل، كم بقي؟ 8 ساعات. 8 ساعات خذ منها للأكل كم؟ الأكل ساعة غالبا، كرك الله. دورة المياه القضاء الحاجة والغسل كم غالبا؟ 3 ساعات. اخوي معاس هذا الله يجزاك خير، 3 ساعات. اي والله يا اخوان، واحد عندنا والله يا اخوان سوى فيلا صغيرة يمكن ما تجي 4 غرف، لكن قربك والله حط فيها 16 حمام. صغيرة فيلا، قال انا مجنون انت؟ 4 غرف 16 حمام؟ قال والله عذرا يوم اسوي المخطط كان باسهال. الله يجعلنا نضحك بالجنة، قول امين. فالشاهد يا رجال يا ابن الرجال يا اخوان يا اخوات، نحدد الـ8 ساعات، ساعة للأكل، ساعة بقي 6 ساعات، الـ6 ساعات بالله في وقت نعصي الله فيها؟ والله ما في. أنا أتكلم عن نفسي، شوفوني قدامكم، والله أتمنى لو الوقت يباع لأشتري، والله، لكن ما تلقى وقت. الحمد لله إذا قعدنا مع ربعنا قعدنا مستأنسين، إن رحنا سافرنا عندنا جدول كامل، صلة رحم، صح ولا مو صح؟ أنس، طلعت بر، كل شيء، تجد ما في وقت لمعصية الله، فكن في طاعة الله، سيأتي عليك اليوم الذي ينطبق عليه قوله تعالى، ينطبق عليك قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيين حياة إيش؟ طيبة، مستأنس، على قول المصريين، الله يجزاهم عنا خير، قول أمين. المصريين ترى والله اخواني يقولون حكم. مره كنت في اذاعه قناه الناس ومعي مذيع مصري، قلت عندنا في السعوديه يقولون من عضه الداب جفل من الحبل. تعرفون هذا المثال اللي تعض الحيه يخاف من الحبل؟ عندكم في مصر مثال زيه؟ قال ايوه. قلت شو؟ قال اللي بتلسعه الشوربه يخاف من الزبادي. ها يا اخوان فلننتبه، والله يا اخوان لا سيما ان لنا رب سبحانه وتعالى. شوفوا ارفعوا راسكم من السماء، الذي يراك حين تقوم وتقلبك ايش؟ بالساجدين. ما يكون من نجوى 3 الا هو ايش؟ رابعهم، ولا 5 الا هو ايش؟ سادسهم، ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو ايش؟ معهم. خل الرقيب عليك من الله مو من الحكومه، الحكومه ما تراقب كل محل، عندك شرطه في دبي صح، لكن الشرطه تراقبنا في كل محل يا اخوان. كل دوله في العالم فيها مخابرات ومباحث، المباحث والمخابرات يراقبونك في كل مكان، ما حد يقدر يراقبك في كل مكان، الذي يراقبك في كل مكان هو الله سبحانه وتعالى. فهو لا ينام وسيراقبك، فأنت كن لك من ضميرك رقيب. ألا يعلم بأن الله إيش؟ يرى. فهو لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. كل المخلوقات يا أخوان تنام، كل المخلوقات صح ولا مو صح؟ حتى الشجر، الشجر ينام يا أخوان. وين علماء العلوم والمادة العلوم؟ لا يا حبيبي ينام الشجر، ينام إيه؟ ينام بالنهار يعطي ثاني أكسيد إيش؟ الأكسجين، وبالليل ثاني أكسيد، كان معروف ذا.
معروف الشجر ينام، حتى الجدران ذي تنام، الجدران ذي تنام. والدليل ما قاله المصريون جزاهم الله عنا خير، نامت عليك حيطة. والله نحب أهل مصر، الله يجمعهم بالجنة، قول أمين وكل مسلم. فالشاهد يا أخوان نختم وأقول ما أجمل أن نعيش حياتنا مع الله، نبتسم هذه الابتسامة.